Calais. Timad, étudiant, 25 ans, on a Kamalt Ingénierie en informatique. Rappeur depuis 2009. Qui depuis 2009 شنو هي المحطة اللي خلات تقول اه انا اليوم وليت رابر في 2009 شنو اللي صار باش قلت وليت الدات هذه بالنسبة لك انت مهمة دوبوي 2009 مش قبل بون والله كيما تعرف معناها تبدا مستمع من الاول تسمع برشا موسيقى معناها كنت انفلونسي برشا براب امريكان بون عملت الباك نتاعي معناها حاولت هكا نكتب معناها بديت نكتب بديت تحاول يعني فوالا لقيت روحي معناها بديت معناها نالف الاغنيات والغرام زاد بيان سور اي بيان سور مليون صغير انفلونسي برشا سيرتو بالراب امريكان قبل لما تعرف راب في تونس كان انتردي معناها ما تسمعش برشا رابورات فوالا دونك نسمعوا ديما راب امريكان راب فرونسي العباد ولات تتلون والصحبة وفات حتى أقرب الإنسان ليك قلبه مات نواغي بلون هيك العيشة خويا ولات أحلمنا صغيرة مي كبرت مع الأيام بين ستريس عوش وبرشا وهام وين أكثر التخمام ونزاد الهم وين جرات دموع العين بالدم صغار كي كنا نشوفوا الدنيا بالألوان طلع طريق معبي شوك كله ظلام مهما صاروا باش يصير اصبع شهدت ديما مطلوق ندعي للعالي واللي دين الفوق ما تبكيش يا لومي ما ولدك حربي مهما قصيت الفرش قريب ونمسح لك العين اسمع لي يا انسان وقرب دنيا هذي فيها العجب القليل يشقى ويتعب لخريطة كل الشمس الرب يا دنيا يا دنيا يا دنيا السحارة يا دنيا يا دنيا يا دنيا الغدارة قلبت الصفحة ومشيت في طريق جديد الحسرة والدم كلام عمره ما يفيد كتبت كلام الغدوة بحبر من ذهب طارت الأحلام ما هكا ربي حب الله ونا باراكيب trusting God متفائل بقدوة بار I'm feeling so sad دايم الوقت يجري يا معلم للحظة هذي مازلت نعيش ونتعلم بالعكس بابي والعباد اللي تفلم سكت أما حباري مازال يتكلم انت تلفت تلقى الباب مسكر وان داي فما ربي مازلت نتذكر ثق بنفسك وكن رجلا قويا فبدون ثقة لن تكون شيئا صيح اللي حلمت بيه في لحظة تكسر وتهدم في الطريق يا خويا مازلت نقدم عشت وشفت خلاص